Здравствуйте, меня зовут Александр. مرحبا، اسمي الكسندر غورغونوف وساريكم اليوم من زانريفيان كبيرا يقع على بعد 27 كيلومتر فقط من طريق موسكو الدائري على طول الطرق السريعة غوركوفسكي وشيكوفسكي. عنوان المنزل: منطقة موسكو، حي نوغينسكي، قرية كابانوغو، القرية الريفية فورست. باستثناء الشرفة الأرضية والشرفة، تبلغ مساحة المنزل 208 مترا مربعا وتبلغ مساحتها 370 مترا مربعا. تم بناء المبنى السكني الجديد وفقا لمشروع مؤلف، والذي يأخذ في الاعتبار احتياجات كل فرد من أفراد الأسرة بغض النظر عن عمره. يحتوي المنزل على 4 غرف نوم، بعضها مع غرف لارتداء الملابس وشرفة، وثلاث حمامات، ومساحة كبيرة من غرفة المعيشة في المطبخ وغرفة الطعام، حيث يمكن الوصول إلى شرفة صيفية واسعة والتي يمكن أن تحل محل غرفة. الطعام في الصيف فصل منقطة يوجد خلف قاعة التخفيض الإضافي للضوضاء، مجمع للحمام مع غرفة استرخاء وشارع. تقع إحدى غرف النوم في الطابق الأرضي، وهي مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وغرفة نوم الأطفال بها غرفة إضافية يمكن أن تكون غرفة ألعاب رائعة. تم الانتهاء من المنزل من شعاع لمحة باهظة الثمن مع لوح نخبة من أنجار سك الصنوبر الذي لا يمتص ولا يتراكم الرطوبة، مما يجعله أكثر المواد الخشبية المعمرة. جميع النوافذ البانورامية في المنزل مصنوعة من نوافذ زجاجية مزدوجة لحو، وهذا يعزز الخصائص المفيدة للمنزل الأخضر. يتم إخفاء السقف المغطى بسقف ناعم في الأماكن التي لم تكون فيها أشعة الشمس زائدة، بمعنى شرفة وشرفة من هطول الأمطار، بواسطة سقف شفاف مصنوع من الهياكل المعدنية مع البولي سنتيمترات الصلبة. تم تجهيز جميع الحمامات بالكامل بأدوات صحية دورابيت، الأرضية حقا مقاومة للرطوبة والجمالية، خطوة سريعة. تعمل الإضاءة المصممة في المناطق الداخلية والواجهات في المنزل جنبا إلى جنب مع إضاءة المنطقة بأكملها، على جعل صورة المنزل الريفي مجدية تماما. ليست هناك حاجة لأي سقل، مجرد ترتيب الأثاث الجديد في مكانها. مساحة الأرض 15 فدان، هي أيضا ذات مناظر طبيعية بالكامل. تحت العشب المدلفني ونظام السقف والري والصنوبر الناضجة وأشجار البتولة فوق العشب ومسارات الحدائق والمنصات الحجرية الرصف على طول محيط المؤامرة والمنزل. بالإضافة إلى المنزل الرئيسي، تحتوي هذه الأرض أيضا على بيت ضيافة صغير أو منزل لأصحاب المنازل مع مطبخ وحمام خاص به. هناك جيران فقط على جوانب المؤامرة. في الوقت نفسه توجد المنازل المجاورة بطريقة لا يوجد فيها نصب من عدم الراحة المتبادلة، ويمكنك الذهاب إلى الموقع والمنزل من الجانبين. الاتصالات: الكهرباء والغاز الرئيسي بموجب الاتفاقيات المباشرة والآبار الخاصة بهم، والمنظفات الصغيرة، ومستويات الاتصالات الخلوية والإنترنت عبر الهاتف النقال ممتازة. فرن مزود بغلاية غاز قوية مجهز أيضا بنظام ترشيح ومعالجة المياه. البنية التحتية والموقع: يقع المنزل في منطقة محمية من حي نوجينسكي في منطقة موسكو، في قرية مغلقة من 25 منزلا على بعد 5 متر من البوابة. غابة صنوبرية طولها 10 كيلومترات، غنية بالفطر والتوت، بالقرب من البحيرات بارشكوبو ميشكوفسكي والمجمع البيئي. المزرعة درجة مفتوح على مدار السنة. تقع البنية التحتية الحضرية على بعد 15 كيلومتر فقط في نوجينسك أولوسينو بيتروفسكي، على بعد 5 كيلومتر فقط. المستندات: الأرض والمنزل مملوكة ملكية خاصة لأكثر من 5 سنوات، لا توجد ممتلكات أو أعباء قانونية. المستندات جاهزة للصفقة، لا تؤجل حياتك ليوم غد. اتصل بي اليوم وسأكون سعيدا لأريكم هذا المنزل.